بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في قناه رافع النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعضينا الحرق اللي في دير الجلبية دوت زي ما حضراتكم شايفين الحرق عامل ازاي وفي كمان آه يعني لسعه صغيره كده جنبه دي هتتعمل ايه ملح اول حاجه عندنا احنا هنفتح الجنب بتاع الجلبية كده من الجنب اللي هو جنب القطع دوت بحيث ان احنا القطع مكمل آه في الجنب دوت وهنفتح من تحت الديل علشان القطع داخل برضو في الديل وفي نفس الوقت هناخد جزء من التانية بتاعة الديل هنستخدمها في الحرق اي حرق عندنا ما نيجي نشتغله لازم يكون عندنا متوفر قماش منه القماش من نفس الحاجة اللي احنا هنشتغل فيها او اللي حصل فيها الحرق علشان تطلع مظبوطة وتطلع في نفس اللون ونفس كل حاجة الجلبية وفكيت من تحت وهبدا ايه ان انا اركب الحته اللي احنا طلعناها الحته اللي احنا طلعناها هنسرجها عندنا الخيط الابيض اللي احنا بنشتغل بيه وفي السراجه دايما والابره رقم 11 بلضم الخيط بتاعي كده وببدا أضبط الحته اللي انا هشتغل بيها بحيث ان انا اسرجها تطلع مظبوطة وتطلع الجناب كلها متساوية أهم شيء في تركيب حتة القماش اللي احنا هنركبها ديت ان احنا ناخد بالنا من الخيط اللي ماشي بالعرض ولازم يبقي علي استقامة واحدة سواء في الجلبية أو في حتة القماش اللي احنا بنركبها ببدأ اظبط كده وأحاول إن أنا أثبت إيدي على قد ما أقدر بنبدأ نسرج بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين الجنب كده الاولاني خلص الجنب التاني بمتن القماش كده واروح منزله تاني بالشكل ده بحيث ان انا اخد الجنب دوت على استقامته بطريقة مستقيمة ويلف معايا بشكل مظبوط عشان في ناس ما بتعرفش تعمل الجنب دوت بالطريقة دي بيلف منها وبيقعدوا ياخدوا وقت عقبال ما يظبطوه وببدأ اسرجه زي ما سرجت الجنب الاولاني أنا كده خلصت خلاص السراجة بتاعتي دلوقتي هنبدأ إن شاء الله نطبقه مع بعضينا بجيب الخيط بتاعي أسود عشان الجلابية دي سودة وإبرة رقم حداشر طبعا أنا ما استغنيتش عنها شغل بيها إيت وأبدأ ألضمها وأعمل عقدة وأبدأ أشتغل بالشكل ده بدخل الخيط كده وأبدأ أن أنا أحاول أن أنا أخد من هنا فتله صغيره ومن الناحيه التانية فتله صغيره من القماش الخي... من يعني ما بغرفش جامد في القطع في ولا في الجلابيه باخدهم كده اصب بعضيهم بالشكل ده وببدا ان انا اشد الخيط ما بشدش قوي علشان ما يكشكش وببدا ان انا ارجع من جنب ما انا خرجت ادخل تاني وادخل بالشكل ده برجع تاني بخش كده باخد فتلة بسيطة ما باخدش كتير باخد فتلة بسيطة ما باخدش كتير لازم ان احنا نبقى عارفين واحنا شغالين ان الفتلة البسيطة دي بتقفل الجمين على بعض بتخليه ان هو يلحم مع بعضه لكن لو خدنا منه كتير وخدنا يعني جامد وخدنا جامد يعني من القماش من بيعمل فرق كده وبيعمل حز وبيبقى باين بيبقى شكله وحش بيبقى كان في فتحه مشقوقه كان القطع مشقوق القماش مشقوق كده من النص طبعا بفضل شغال كده بدخل المكان ما خرجت بالشكل ده كده من جنبه بالظبط خلي بالي ما اقطش من الخيط علشان من الخيط ما يبقى ظاهر بحاول على قد ما اقدر ان انا اخفي الخيط اللي انا شغال بيه مش ببعد بعيد عن دخول وخروج الإبرة علشان ما يبقاش في خيط لاقط معايا وانا شغال الطبق هنا طبعا وال والشغل دوت وتركيب الحته ده شغل نوع من انواع الرفي لازم احنا فاهمين ومفهمين الزبون ان تركيب الحته زيها زي الايام واللحم الفكره هنا ان المساحه هنا كبيره ده حرق مينفعش يتعمل ايام واللحمة خالص بدليل انا قلت الكبير هعملها اركب لها حتى وفي القطع الصغير اللاسع الصغير اللي جنبه دي هعملها ايام واللحمة من ضمن شغل الرفي يعني تركيب الحتة ان انا اركب حتة كده واداري القطع الكبير سواء بقى في قميص كروهات في قميص سادة في بنطلون في جلابية زي ديت في عباية في حراير ده مش حاجة عيب يعني بس هي بتبقى يعني الضرورة هي اللي بتخلينا ان احنا نركب الحتة وبنرفيها بنرفيها مش بنركبها زي تركيب المكنة او ان احنا بنخيطها او ان احنا بنخيط كده ويبقى الخيط ظاهر لا مفيش خيط بيبقى ظاهر والنسيج بيقفل على بعضه وبيبقى الحتة حاجة كويسة ومحترمة وبتداري العيب اللي كان موجود في القماش انا جيت اغط في اخر الجنب الاولاني وهبدا ان انا الف بقى واخش على الجنب التاني بخش بالطريقه دي ما ياخد برضو كان ماشي زي ما انا ماشي كده طبعا هنا السراجه ممكن تضايق واحنا شغالين مفيش مشكله فك السراجه اقطع فتله او فتلتين بحيث ان احنا السراجه ما تضايقناش انا ممكن وانا بصرج. الحته مثلا مالت مني انه مش واخد بالي فاجي وقت الشغل لقيتها كده احنا مش ماشيين على قطبان زي القطر احنا شغلنا في مرونه بنفك شويه ونشتغل ونظبط وما لناش دعوه السراجه بنفكها السراجه دي عمليه تثبيت بس لشغلنا عشان ما نبقاش كل ثانيه عمالين بنظبط انا هخلص القطعه هوريكم هيبقى شكله عامل ازاي زي ما حضراتكم شايفين انا خلصت القطعه خلاص ببدا ان انا من ورا افتح القطعه واشيل الزياده واشيل الحرق اللي هو كان موجود طبعا حضراتكم عارفين طريقه التفتيح انا علمتها لكم كذا مره وريتها لكم في كذا فيديو بنبدا بالشكل ده وبنقص الزوايا وبننظف الخيط بتاعنا ونبدا نعيد على القطع من ورا ومكان ما خدنا القطع ما ننساهوش ده بنعمله رجل غراب او بونت انجليزي كده طبعا انا وريتكم الغرزه دي بتتعمل ازاي هحطها لكم في الوصف برضو بحيث ان انتوا تبصوا عليها اللي ما شافش الفيديو وبرجع الديل بتاع الجلابيه زي ما كان تاني وطبعا اللسعه الصغيره اللي كانت في الحرق من فوق انا عملتها برضو ودوست عليه وده الشكل النهائي طبعا اللي شايفينه اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا يعني من الفيديو ومن ازاي ان احنا بنسرج القماش وازاي بنركبه وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته